المجموعة الأولى على الكرة الخطيرة وهنالك صابرة وخطأ لأروي جورج يتحصل على خطأ. حكم المباراة يعود للفار والتدخل الموجود من الخلف ولا بطاقة حمراء. عبد الرحيم أهلي كان زعلان على الصفرة تحصل على الحمراء. عبد الرحيم أهلي كان زعلان على البطاقة الصفراء وغير راضي على البطاقة الصفراء. بعد الفار أشرت للبطاقة الحمراء. شوف التمريرة وصلت إلى كرة بتعود الآن محاولة عرضية خطيرة. كوندي يا سلام يا بيدرو بيدرو كوندي خطورته بالبوكس خطورته بالبوكس يبحث عن النهاية السعيدة وعن استمرار رقمه والهدف الثاني. يا سلام يا سلام هدف ثاني جميل هدف ثاني ملعوب للسماوي والسماوي في داره ويوسف جابر ومحمد جابر والهدف الثالث 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 بيدرو. يا سلام يا بيدرو يا سلام يا بيدرو يسجل الثالث وبنياس يضرب بالثلاثة بنياس يضرب بالثلاثة لنادي بنياس على ملعبه. ربما اليوم يبحث عن الانتصار الأكبر. يا سلام على الأسيست بالكاب من إدريس فتوحي وهدف التقليص هدف التقليص جميل جميل الهدف هدف ملعوب هدف رائع يسجل نادي تباب والنواخدة يقلصون الفارق والإدارة والكرة موجودة الآن والهدف الرابع 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 نعم الرابع. يا سلام بيدرو كوندي بيدرو كوندي يسجل الهاتريك الهاتريك. بنياس راح يلعب أمام نادي الفجيرة الكرة العرضية الأرضية الخطيرة. يا حبيبي يا سلام لعيب لعيب يا لروي جورج على طريقة الكبير رابح باجر على طريقة ابن محاربي الصحراء الجزائري رابح باجر بهدفه 27 سنة. الكرة بتعود الآن والمحاولة لمبارك المنصوري نقلها عرضية عرضية خطيرة الغامس أو السادس السادس نعم السادس السادس ياتي أحمد الشامسي أحمد الشامسي يسجل سادس الأهداف.